يا شويه هفيات ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا السبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي اتدلدلي وردي عليا بدل ما بقى كرامتك في الحارة كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسة اللي شبه البقرة بنتي؟ ايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسة اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي ايديا في كرشاها اطلعها من زورها وقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال؟ على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه. عربيتي. الحمد لله يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزل يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بت حراميه؟ حاجه حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجة بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمة، فاكراه؟ فاكراه، إلا سيد عظمة استني. يلا خلاصي. أولاً أنت جامدة جداً. ميرسي. عملتي إيه بقى مع سيد عظمة؟ لا لما تكبري بقى هبقى أقول لك، ابعدي ورا. خد يا ست الحاجة بتاعتكوا إيه؟ كاملة؟ كاملة. خد، شوف الحاجة دي لا تكون ناقصة حاجة عشان أخلص عليها. ناقصة؟ مفيش حاجة تنقص معايا. فين الحلق بتاعي؟ حلق؟ حلق ايه؟ الحلق الدايموند اللي انتي لابساه. اطلعي بنت بالحلق. يوه خد يا ست، كنت هروح بيه فنت كلنا حرمية في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي، تمام كده؟ ثانك يو. هاي خلاص كل تمام؟ وايه اللي تممه يا رحمك؟ انتي فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انتي بتحلمي. يا ست صباح عليا الطلاق بالتلاته، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انتي باشا وانتي زعلان، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده فكشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش من انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع وخلي امك تحضر الفطار، وقولي لها ما تنساش البيت. عناية الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجعي العربيه بتاعتي يا خالتي صباح. يا روح خالتك صباح،
مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قول لي. سلام بقى. حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد. مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوه احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلوه. هنقعد طول الليل؟ انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعه ما العمليه ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجه كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجه وانا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجه؟ لا. طب لما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ صحيح. بص عليك، لحظه واحده. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مش بقلبك رحمه. لا لا، حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني، مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتيني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ والله خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستقبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفه؟ شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ ضربالنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشيه يجروا الشعبطه يجروا الشعبطه. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلم يا ست فتحي. يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. أيوة صح، إيه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ أنت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمشي، لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وأنت جايدة هاتي لي معاكي ولعة. ممكن تديني شفتة؟ اتفضل. سيف. إيه؟ أكيد اسم جايدة عليكي أغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فإحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي يا جماعه، ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقول لك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده اتاسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ
تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشيه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه؟ لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنيكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا عمور، انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجولي في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ ما خايفه من المكان. يا فين بقى الست الهانم؟ معلش معلمه من حته كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معاكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي بتمشي في الشارع عادي؟ عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسه مفقوسه جدا. دي مش اول مره تسرق، هي عارفه كويس هي بتعمل ايه. قولي له والنبي قولي له عشان بس ما فيش وقت والنبي للرغ ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. ايوه يلا يا جماعه نسرق، ام سو اكسايتد، يلا بينا يلا على المركب. يلا مركب ايه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. اوكي يبقى في حاجه ثانيه. نزلني تعال يا حاج. على مهلك على مهلك على مهلك. كمان بين اللي تقع على وشك دي. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. Thank you.
تخافيش يا امور. خش. ايوه. ها. بس احنا كده وصلنا المقر، نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف، تشدوا سكنت الكهرباء، تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخش عند العقد، تجيبوا العقد والجول بس. وانتي بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايه قبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده.